مع المواطن، خمس دقائق مع الناس لعكس القضايا في القرى والفرقان والمدن. مع المواطن 00 31 35 62 54 350. نكرر 00 31 35 62 54 350. في راديو دبنجا. مرحبا مستمعينا الكرام، وفي المساحة القادمة سنقدم لكم شهادات من 2 من الفارين من مدينة الجنينة، وصلوا إلى مدينة أدري بالحدود التشادية أخيرا، بحكوا حول ما رأوه وما شاهدوه داخل مدينة الجنينة. فإلى هذه الشهادات، ممكن توصف لنا مشاهداتك الأحداث اللي عايشتها في مدينة الجنينة؟ الوضي في مدينة الجنينة وضي كارثي أو وضي مأساوي، لأنه لا زال الجثث متناثرة ومتشتتة بين حي المجلس وحي المدارس إلى أن تصل مربع 19 و9 لأن تصل الجمارك. كل الجثث الآن متناثرة يعني في الشوارع وقدام الأبواب وداخل البيوت. الهلال الأحمر يمكن إمكانياته أصبحت ضئيلة، وحتى أفراده ما كانوا كافيين عشان يستعينوا بعدد كبير يقدروا يجمعوا هذه الجثث كلها في زمن قياسي. والشيء المؤلم أكثر أن الجثث الآن كلها اتحللت واتناثرت، وبالتالي عشان هي ذاته ترفع محتاجة لمواد، ويبدو أنه حسب قوله من الهلال الأحمر أن المواد اللي استخدموها لإزالة الرائحة عشان يقدروا يرفعوا الجثث دي انتهت، ويمكن ده برضو له تأثير سلبي على الوضع. الزقائر والأسلحة والظواهر السالبة للمتفلتين بالمواتر والعروات هي لا زالت كما هي، يعني ما في تغيير يذكر بصورة جذرية كده. وهم أصلا ديل ما متفلتين، لأنهم ديل الناس الأسنى نفذوا الشغل ذاته، فما كان متفلتين ذاته ما بنتبق فيهم، ديل المجرمين اللي عدوا إلى هذه الجريمة بكل مقاييسها. يعني فإذا كان الناس يقول عوضة، إنت ممكن الليلة تقتل زول تجي تحرقه وتشيل أملاكه وتحرق بيته، وترجع تاني تقول له بنفس القوات اللي هي قتلت الزول ده وعرقته، تقول له يا أخي أنا بأمنك بنفس المجموعة ده وأرجع أستقر في بيتك. وفي نعم ده هو أصلا الفعل الفعل ده، فلا يقل أصلا يكون حاميها وحراميها في عالي واحد. فدي يمكن ما بخلي الناس يقدروا يعني يطمئنوا عشان يرجعوا، لأنه الناس شافوا ما يكفي يعني أسر أبيدت بأكمل، جزئية الأسر انتهت، وبالذات الإنسان الأسود أو مسألاتي بالتحديد يعني. فأصبح وجود أي مسألاتي داخل الجنينة جريمة ذاته في حد ذاته، لأنه الآن بقوا يلاحقوا في الكوادر وفي بيوتهم وفي شوارع في المواصلات وكده. ونسأل الله أن الأمور دي يعني ربنا يوقفها بفضل هذا لي، والناس تشهد يعني استقرار بدل أو استغلال للمنطقة بدل الاستعمار، لأن نعتبره نوع من الاستعمار، لأنه مستهدف جنسي واحد. إذا أصل مسألة في خلاف بينهم وبين الحكومة، المسألة أصلا بين الحكومة ودعم السريع والحكومة، طيب المسألة ذنبهم شنو في الحتة دي؟ المشكلة الآن خلوا المسألة الرئيسية خلوها بقوا يقتلوا في المواطنين الوزن، الحرب مفترض يكون بين ناس مسلحين يعني زيك، أنت دعم السريع واجه الجيش، جيش مؤجل، لكن مسألة عندهم شنو ناس وزن في بيوتهم تكتل فيهم وتعريف. وفي نفس الوقت تقول أنه ما عندنا عداوة مع المساليد، زي ما قال أمير محمد ضواي قبل يوم في صلاة العيد، أنه والله إحنا ما عندنا عداوة مع المساليد، عداوتنا فقط مع ناس كومريت. هل كل المساليد كومريت يعني؟ والآن المدينة كلها استباحت، مش مساليد بس، إنما الجنينة كلها بأكملها يعني استباحت، هذا حيين أو الثلاثة، وهل ذلك كلهم كانوا مساليد؟ ما كانوا مساليد أصلا. ويبقى المسألة ما مسألة أنك أنت ما عندك عداوة ما مساليد، والحصل ده لو أصلا ما عندك عداوة، لو كان عندك عداوة هيقضوا شنو يعني؟ قتل ونهب وسلب وحرق وتشريد وملاحقة الناس ومنازلهم، مسألة كثيرة جدا. وبعد ده بقولوا ما عندهم عداوة، ولو في عداوة ليعملوا شنو؟ كان يقلبوا الأرض ده كله فوق تطيط، ولو كان فقوا شنو يعني؟ يمكن ده المنظر الأخير طلعتها الليلة من الجنينة، ولا زال الجثث يهم الناصرة كما هي، والامتداد الطريق مش في الجنينة بس، الناس التعليم من الجنينة ذاته اللي ماشيين كالداري هو قاعدين يستعدفوه، بس هنا لاقين كم جثة في الطريق دي. ودي برضو دلالة انه في استهداف للقبيلة يعني، اصلا ما في استهداف، زول ما عنده قريش يركب ماشي بين رجله ده داري يمرق من الجحيم ده بلا عقوبة قتله. وللأسف حتى ما في وازية دينية، يا اخي انت قتلت زول ايا كان
ادفنوا يا قبلة تراب ساقي تحط له مدار تدفنوا بالصورة. أقول يا قبلة تراب ما دا مخلوق خلاص وربنا كرمه بني آدم أيا كان نوع. أنت قتلت يا أخي من باب الإحسان كمان شو؟ واري السر وده كله ما قاعد يحصل. يعني الناس بيقوا زي الجثث بتاعت الحيوانات. الناس مجدعين في الشوارع وجثث متناثرة وفي نفس الوقت أنت تقول للناس يا والله أنا ما عندي معاكم عداوة. ودي واحدة يعني كلام متناقض في حد ذاته. ممكن توصف لنا مشاهداتك الأحداث اللي عايشتها في مدينة الجنينة؟ عيشنا والله أوضاع مأساوية جدا. يعني الجنجويت والله ما خلوا لنا حاجة كويس. دمروا المدينة بالكامل, قتلوا أهلنا, شردوا الناس, ما خلوا فينا حاجة. يعني الشهداء عدد الشهداء ذاته بكميات مهولة جدا. الناس ماتت, يعني الإحصائيات الحسي الناس بتقول 5000 و6000 دي إحصائيات ما دقيقة. في ناس ماتوا قبل الناس ما يحسوم أو ناس قبل ما يطلعوا الاتشات بكميات أكبر من الحسي, احتمال يكونوا ماتوا في الشارع وماتوا كده. ده الحاصل جنجويد والدعم السريع بالقص هم وميليشياتهم شردوا الناس في المدينة. الناس عايشة في أمان في بيوتها. يعني حتى الدرجة إنه زول يلقى مو الشراب بقى صعب. محاصرين المدينة من كل الاتجاهات. والجنينة طبعا هم قاعدين من أطراف المدينة لهم من سنين. القطة دي أصلا ما قطة بتاعت الليلة ولا مبارح. الناس دي قاعدين أطراف المدينة لهم سنين. حتى انحصل الكلام حاصر المدينة. الناس ما قادرة يعني الحاجة البسيطة اللي بيأكلوا ما لكن. والسوق انتهت. السوق اتدمر بسببهم هم. وهم مدينهم آمنة. مثلا تمسك الدعين كويس. الدعين ده ليوم الليله ما حبوا شو. وعندك اللعيد ده ليه تعرف ان هم جايين مقصصين جايين يدمروا المدن الثانيه ومدنهم يكون امن. ده الحاصل. يعني هل انك في من خلال وجودك في مدينه الجنينه ومعاشرة الاحداث يعني هل مريت او مر بك مشهد شكله صعب جدا؟ يعني مثلا مجزرة قتل فيها ناس كمية, حصلت حاجة شكلها بشعة ممكن توصفها لنا؟ أنا من أول المعارك أنا عندي صاحبي وأخوي عاصم ده اتضرب اتكتل في شارع البيت كويس. وعندنا صاحبنا برضو اتضرب في الجمارك. وفي بعض الناس هنا ماشيين معهم سوا تعليم كونه تطلع إنك ماشي معه في أمان. بس رصاص من كل الاتجاهات يجيك أنت ما شايل بندقية كويس. ويقول لك أن إحنا قال ما قاعدين نعزل المواطنين ديل هم أن إحنا ذات ماشيين في أمان. طول 10 ولا 11 نفر يتقتلوا في مهيل واحد دي يكون منهم قتلوا ما خيره والجنجويد. الحاصل طبعا الأحداث كانت صعبة جدا وبعدها قررنا نطلع من مدينة الجنينة. فممكن تصف لنا الرحلة بتاعتك بتاعت إنك من النقطة اللي كنت فيها لحد ما قدرت توصل للحدود التشادية؟ تمام. أنا كنت في الجمارك. من الجمارك أنا طلعت سيرا على الأقدام من حوالي الساعة 12. كنت متحرك معي زي 4 أو 5 أو 6 نفر. أنا هنا طلعنا باتجاه الجنوب الغربي ماشيين. والمهم وصلنا لمنطقة بعد ذلك قطعنا جينا تشات. والمعاناة كانت شديدة والله. في ناس فقدنا مورا, في ناس يعني وصلوا قبالنا جينا لقيناهم كنا مفتكرين انهم ميتين. المهم لحد هنا وصلنا. يعني احنا ما عانينا زي باقي الناس اللي كانوا يعني حاولوا لقوا زغيرة لقوا شنو. لأن الشوارع كان بالنسبة لي أنا معروفة وكده. أنا طلعت والشباب المعي طلعوا سوا. من خلال مشاهداتك في الشارع يعني هل شفتها حاجات مثلا جثث ملقاة على الأرض في الشارع؟ شفتها حاجات بشعة ممكن أصلا يعني عبورك في الشارع؟ هاي في جثث كمية جثث يعني لا يحسى ولا يعد. يعني أنت كونك تجي في شارع بس ما بتمشي 5 دقائق بتلاقي لك جثة. ده حاجة يعني ما أعرف أوصفها كيف كويس. يعني كله بعد 5 أو 3 دقائق بتلقى زول ميت. ما بتلقى فرصة إنك تستر تواري جثمانه عشان تدفنه وتمشي لقدام. لكن يعني معاناة لا يوصف الله حقيقة.